تروس بالمنظر ده، ومطلوب ان انا اطلع الممبرز دي using الممبر اللي هو KD والممبر اللي هو AD والممبر اللي IE اللي هما معمولين بالرمادي، ان انا اطلعهم باستخدام الميثود اوف سيكشنز. ومطلوب ان انا اطلع البوينت KA الممبر KA اللود اللي موجود في الممبر KA واللود اللي موجود في الممبر AC باستخدام الميثود اوف جوينتس. طيب عشان اطلع اللود اللي موجود في الممبرز، فقبل ما ابدا خالص هنبص على الحاجات اللي اتفقنا عليها. هل ده سيمتريك؟ هلاقيه مش سيمتريك. امتى يبقى سيمتريك؟ لو مثلا السبورت ده مش موجود ونفس الشكل ده متكرر الناحية التانية، هنقدر نقول عليه سيمتريك. ساعتها هاخد اللودز كلها واقسمها على 2، فده هيشيل نص الاحمال والتاني هيشيل سبورت، تاني هيشيل نص الاحمال. فده مش سيمتريك للأسف. طب هل عندي زيرو ممبرز؟ هيبقى عندي زيرو ممبرز، بس انا مش هستفيد منها بحاجة لانها مش هتأثر قوي معايا في الكيس دي. في الحل اول حاجة هبدأ بيها زي ما احنا متعودين ان انا هحل، هبتدي ارسم الرياكشنز بتاعتي. عشان احل الرياكشنز فيفضل ان اخد summation of moments حوالين point A تكون بتساوي زيرو، اطلع واي بي بعد كده summation forces في الواي، بعد كده اطلع summation forces في الاكس. فهبدأ ب summation المومنت at point A بتساوي زيرو، فده هيطير اكس اي واي اي. طيب وخلينا نفرض ان الكاونتر كلوك وايز هو البوزيتيف، فهلاقي ان واي بي مضروبة في ديستنس 16 متر ماينس 4 طن اللي هي دي، مضروبة في ديستنس اللي هي 6 متر اللي هي 4 و2 ناقص في 2 طن هتبقى مضروبة في 16 و2 طن مضروبة في 12 و2 طن مضروبة في 8. فللتسهيل هروح كاتبهم بالمنظر ده. أقول ماينس 2 طن وافتح براكت واشوف عندي في الاول عندي 16 زائد 12 زائد عندي 8 زائد 4 وهيبقى عندي ناقص 2 كده، هي أو خلينا نقول إنها ناقص 4، وهيبقى عندي ناقص 4. التوتال بتاع اللودز ده هيطلع ان واي بي هتكون بتساوي 96/16، وده هيديني 6 طنز في البوزيتيف، يبقى الفرد بتاعنا كان صح. بعد كده اقدر اخد سمشن الفورسز في الواي واقول انها بتساوي زيرو، فيبقى عندي 2 في 1 2 3 4 5 6 2 في 6 طن بتساوي الواي بي بتاعتنا اللي هي 6 طن زائد الواي اي. فهلاقي ان واي اي هتطلع ب 6 طنز. كده يتبقى ان summation الفورسز في الاكس بتساوي زيرو، وانا ما عنديش في الاكس غير الـ 4 tons، هلاقي ان الاكس ايه بتساوي 4 tons. الكلام ده يبقى كده مظبوط. ازاي هقطع سيكشن هنا؟
خلينا نقول ان ده مثلا سيكشن هنسميه AA. فعشان اقطع سيكشن لازم معايا ماكسيمم 3 ممبرز اقدر اقطع من خلالهم، لان انا معايا 3 ايكويشنز بس هي اللي بتحكم الاستابيليتي. سمشن فورسز في الاكس بتساوي 0، سمشن فورسز في الواي بتساوي 0، سمشن المومنت ات اني بوينت بتساوي 0. اقدر اقطع في اكتر من 3 ممبرز ان كيس لو انا عندي 2 ممبرز انترسكتد ات 1 بوينت زي دول مثلا. فلو انا كان عندي ممبر رابع كان ممكن اقطع هنا. وطبعا اهم نقطة هي ان انا لازم اقطع في السكشن اللي انا حابب احسب عنده. فخلينا نقول لو احنا خدنا، انا متحتاج اطلع فورس كي دي، فانا لو قطعت سكشن بالمنظر ده وسميته ده ايه يبقى اول حاجة هرسم السكشن ده عشان اقدر اشتغل عليه. من القطع يبتدي يظهر الفورسز اللي موجودة في كل ممبر، يعني الممبر ده هيظهر فيه فورس، هنفرض كله تنشن. ليه سبب فرض ان كله تنشن؟ عشان ان كيس طلعت نيجاتيف فده معناه حاجتين، معناه ان الفرض اللي انت فرضته غلط، ومعناه انها كومبريشن فما يحصلش لخبطة. فيبقى ده الفورس الموجودة في ممبر كي جي. و هلاقي هنا الفورس اللي موجودة في ممبر اف الكي دي، وهلاقي هنا الفورس الموجودة في ممبر اف اي دي، وده يبقى السكشن بتاعي. بس الكلام ده عشان نعرف نحل. صح. فالمنظر ده كده لو هو at equilibrium فانا معايا 3 equations زي اللي بتحكمني: summation moment، summation forces، summation. فانا محتاج اطلع الفورس الموجودة في كي دي، محتاج اطلع الفورس الموجودة في اي دي. عشان اطلع الفورس الموجودة في ال A دي، فلو خدت مومنت حوالين ال point اللي هي دي كانت اسمها K، فهطير الفورس دي وهطير الفورس دي، يتبقالي ال F A دي. بس يتبقالي مشكلة ان انا محتاج اعرف ال distance ال perpendicular من ال point دي لحد ال point دي. طب خلينا نشوف ال dimensions اللي كانت معانا هي ايه. كان معانا هنا و كان معانا هنا، دي كانت 2 متر، دي كانت 4 متر، ودي كانت 4 متر. يبقى لو انا عملت ريزوليوشن للفورس اف اي دي، فورس في الفيرتيكال وفورس في الهوريزونتال، الفورس اللي في الفيرتيكال هتتضرب في ارم 0، فيتبقى لي الفورس اللي في الهوريزونتال واقدر احلها. يبقى فكرة الريزوليوشن هتبقى حاجة كويسة جدا. فلو جينا نشوف الانجل دي، خلينا نفترض ان دي انجل اسمها ثيتا. فثيتا دي لو جينا رسمناها على جنب كده هلاقي المثلث بتاعها حاجة بالمنظر ده، وهنا ثيتا، هلاقي ان الطول ده اللي هنا زي اللي كان هنا هيبقى 4 متر، وهلاقي الارتفاع هو 2 متر. ف يبقى ال hypotenuse بتاعي هيكون بيساوي 2 root 5. وعشان اقدر اجيب ال cosine فممكن اقول ان cosine theta اللي هي ال adjacent على ال hypotenuse هتبقى بتساوي 2 على root 5، و sine theta هتكون بتساوي الأوبسيت على الهايبوتنس هتبقى بتساوي 1 over root 5.
فلما اجي اعمل ريزوليوشن الفورس اللي هي الاف اي دي، ف خليني اعملها كده، هتبقى عندي بالمنظر ده اف اي دي كوزاين ثيتا، وهيبقى عندي هنا اف اي دي ساين ثيتا، ومش هتعمل لي ازمة في الحل. فيبقى summation moment at point k equal 0. فنبدأ نحسب اللي احنا عارفين انه ده هيطير وده هيطير وده هيطير، وعلى فرض ان counter clockwise هو اللي positive، فهنلاقي ان f a d كوزاين ثيتا اللي احنا خلاص حسبناها هي 2 over root 5 مضروبة في الارم اللي هو 6 متر ماينس 4 تونز مضروبة في الارم برضو اللي هو 6 متر بلس 2 تونز مضروبة في الأرم اللي هو 4 متر، الكلام ده بيساوي 0. هلاقي ان F A D هتطلع معايا ب positive 4 root 5 over 3 tons. يبقى ده معناه ان الفورس اللي هتطلع في A D هي positive، هي tension، والفرض اللي انا فرضته كان صح. طيب، لو انا عايز اطلع الفورس اللي موجودة في الكي دي، فلو خدت summation forces في الواي، فانا قلت summation الفورسز في الواي بتساوي 0. ف اف اي دي ساين ثيتا خلاص انا بقى معايا اف اي دي، فهلاقي ان وانا فرضت ان اللي فوق ده هو البوزيتيف، فهلاقي ان معايا 6 تونز بلس الاف اي دي ساين ثيتا اللي هي هتبقى 4 5 over 3 root 5 over 3 مضروبة في ساين ثيتا اللي هي بقت 1 over root 5 ماينس ال 2 تونز ماينس 2 تونز التانيين وماينس ال F K دي. طيب الانجل دي بقى تبقى ايه؟ لو افترضنا ان دي الفا والمسافة دي كانت 4 متر والمسافة دي كانت 4 متر، ف نرسم الترينجل بتاعها. الترينجل بتاعها كان عامل حاجة زي كده، هنا كان 4 متر وهنا كان 4 متر 4 root 2، واحنا فرضنا ان دي الفا، فيبقى اف كي دي ساين الفا كل الكلام ده هيكون بيساوي 0. طب ساين الفا بكام؟ ساين الفا تبقى 1 over root 2. دي كده هتكون بتساوي 1 over root 2، فيبقى ال اف كي دي بتاعتي بتساوي احسبها هتطلع 10 root 2 over 3 tons. يبقى طلع بالبوزيتيف، ده معناه ان الفورس دي كمان تنشن. طيب ده كده بالنسبة للفورس كي دي والفورس اي دي. طيب
طلعنا كده AD وطلعنا KD، فاضل أطلع الفورس اللي هي IE. ف لو جينا قطعنا سيكشن في الحتة دي، فأفضل سيكشن يتقطع هيبقى بالمنظر ده. يبقى أنا قطعت 3 ممبرز ومنهم الممبر اللي أنا عايز أحسب. طيب لو جينا نرسم المنظر ده وأبدأ أفرض الفورسز بتاعتي على إنها تنشن، ده كان فورس اي جي، و هنا هيطلع معايا المنبر اللي انا عايز احسبه اللي هو فورس اي اي، وهنا هيطلع معايا المنبر اف اي اف. طيب الحقيقة لو انا جيت احسب summation of moment زي المرة اللي فاتت، لو جيت اخدها حوالين البوينت دي هيبقى عندي 2 unknowns، ولو جيت اخدها حوالين البوينت دي هبقى ضيعت الممبر اللي انا عايز احسبه. فلو جيت خدت summation forces في الواي هلاقي ان انا الممبر بس اللي انا عايزه هو اللي هيطلع معايا. تعالوا كده نحسبها، summation forces في الواي equal 0، فهلاقي ان لو انا فرضت ان الاتجاه ده هو البوزيتيف اللي هو لتحت، فلاقي ان 2 بلس 2 بلس 2 بلس الاف اي اي ماينس ال 6 تونز، كل الكلام ده بيساوي 0. فلاقي ان اف اي اي هتطلع معايا بزيرو. فطلع اف اي اي 0 ممبر، على الرغم ان احنا ما قدرناش نحدده من مجرد النظر. دي حاجة كويسة. في يبقى ده بيقول لي ان في 0 ممبرز ممكن تطلع بالحسابات ومش هقدر اطلعها بالنظر. طيب يبقى انا كده طلعت الجوينتس اللي كانت او اللودز اللي كانت موجودة عندي باستخدام الميثود اوف سيكشن.